السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع الخير. اليوم بالكسراني، وهذا المحل مال اخويا فرح اللي يدور رمانيات وبيتنجانيات وهاي الشغلات المكعكله وما ادري شنو والرعشه. يجي هنا ما شاء الله اشكال الوان، خانات مليانه، وهذا القفص راح اخلي لكم رقمه هم تواصلوا يا خوش طيور. كل هذا المكعكلات المقلبات، هواي عندهم شباب، ما اعرف اللي والله هاي طيور ما تنباع هاي. شوفوا ما شاء الله اللي يربي هاي السوالف. بس وصل الكسره سألوا على محل فرح. شوفوا ما شاء الله هذا هو انتاجه. خوش طبقه شباب، طيور حلوه. بالكسره محله لان فلوس بيهن انتاجنا والسوالف، طيور حلوه يعني. وصلوا للكسره تلقونه. راح اخلي لكم رقم شباب وتواصلوا يا شباب. شلونكم؟ عيني شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. ما مشترك بالقناه خليه يشترك، فعل الجرس، لايك. طبعا اليوم شويه عطشتهن، ساعات انطيتهن فيتامينات بالمي، لكن بالصينية شوية ثلج ومي وشوية علاج. السلام عليكم يا وين هذا؟ هذا هم بي وقاية، بي فيتامينات، هاي يفيد للفرخات كلش، موجود بشارع فلسطين. اللي يريده بس خليه تقلع صورة للبطل، يمكن البطل 25 هيك شي، بس يفيد يعني علاج للحمام ومعوض وبي فيتامينات وبي وقاية، يعني يخدم الطيور. طبعا خايفات مدى ينزلن، مدى اعرف ليش، يعني صار يومين تقريبا وضعهم نفس الوضع، ما دا ينزلن مع العلم عطشانات هسه بيهن نزلن شربا. طلعت لنا الصينية برا شوية، هذين طلعن لي برا شربا يكملن، و راح اطلع كم تك من ذن البيض لين هذا حتى يتعلم العلي هاي البدرنجة. عندنا هاي الزاجلة مثلا، هاي الزاجلة عندنا بعد بيض، هاي بدرينجة، هسه بس يسبح ذني، هاي هم بدرينجة بلخ. طلعت ثلاثة كوك، هذني أربعة عفوا، بس يسبحن هسه ذني أو هاي شربن مي يسبحن يتعلمن ينزلن ذني منه، لأن هاي البيض الشتريات مدى ينزلن للقاع نهائيا، يعني حتى أنزلن أنا للقاع هن يقوم زين يصعدن، يعني كلش كلش نشرات. فبلكي ذني شربن شوية مي سبحان نوبنا من هناك. شوفوا شباب الدنيا ظهرية، ترى الساعة 2 تقريبا، شوفوا الشمس ما عليهن، شوفوا البرج كله في الشمس تجيهن بالأربعة تقريبا، يعني هم مو كل الترايش آخر تريشتين ما يلوحن الشمس، للأربعة هيجي للخمسة، خمسة ونص وبعدها هي تصير خفيفة.
هاي هم كومه مال حمر. هاي هسه اذا تقبر لي جاي يمي والله عدت ما تحط على هذا الحر. عدت ما تحط. شوف ذاك الشتري الا ميت عطش. هذا شوف فاتح جنحه وين. وما ينزل لي جوا. نزلني والله يجي بال بيدي الشبك ينزلني. شوفوا ذاك وين قمص. يلا استحجوا هسه. بدني ينزلن. يا الله يا الله جوعانات وعطشانات. بس كون هذا شوية قرب بالحافة حتى يشوف خواته لان ذني بس يشربن يطبن ركب. شوفوا الشتري يا شباب شلون جنح شلون ترتيب. شاب خواته. ها 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 ولك ها ولك. نزل. هاي زينة. ما يشرب مي الغبي. طبعا ما يحتاج جوع هنا الطيور. وهو هذا الشيء المطلوب. لازم الطيور جوعانة. طيب من جوعان تقدر تسيطر عليه. هو هم اي بعيد. شوف هسه نزلن قام يدورن اكل. باقي اكل مال قبل يومين عفوا مال البارحة. البارحة ما عشيت نهائيا ما انطيتن. كان اكو اكل شوية بالقاع عفته. هسه انطيتن هذا الفيتامين الوقاية. بس يتعلم المرة مرة مرتين ينزلن ويصعدن ويشربن مي برا وياكلن برا بعد هاي ما عليه شي. شربن شربن. هذا المي بالصينية بارد شباب مو حار. بارد وبفيتامين حتى ان شاء الله يعني يفيدهن. طبعا التليفون بدأ يحمي شباب. ان شاء الله راح اسده وارجع اكمل لكم شوية اللخ.
تحياتي لكم. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. طبعا البارحه يوم جمعه، البارحه الخميس من دا اصور لكم طفر من عندي واحد من الشتريات، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. البارحه طفر، شوفوا شباب وين مشكول. طبعا قلبها للدنيا البارحه، هسه صعدت الساعه بالوحده راح، يعني هسه اليوم جمعه بالوحده، باع وين نايم يعني. قلت لك هيك طيار، والله ما طالع، ما طالع من القفص. البارحه من انا خطيه قمل كان يوقف هنا، انا ما حط رجله بالقاع، كان قبل يطير. قلبها للدنيا باو علي مشكول تقريبا بالأربعة ونص وراح. انا طلعت هسه رجعت، شوفون واقف خطيه هذا هنا نايم. يعني شنو هذا الشتري؟ يعني شنو هذا الشتري؟ شنو هالذكاء؟ شنو هالاداء هذا؟ شنو هالقوه هاي؟ يعني سبحانك ربي. خليت للطور هسه بلكي يجي، وان شاء الله خير شباب. هسه اذا اجى والله سهل اصور لكم اياه. تحياتي لكم. ها شباب رجعت لكم، شويه قلت خل افتح لكم الحمر. طبعا شفتوا هذا الشتر اللي طار قبل طار يعني البارحة، ومشكول هو قمز والله، ظل يهوش تقريبا من الأربعة. أنا على 6:30 طلعت، 7 تقريبا طلعت، هو ما جا الطيارة بس اجى من فوقاي عالي مشكول تكجنه وراح. هو المطيار وأول طلع من البرج والله راح شباب. هذا اليوم الجمعة صعدت للسطح والله، دا اتمشي كان القى هناك ورا الطور. يم هاي الصينية دي تشرب مي، بس الصينية شفتها مفرغة ما بيها مي فما شرب. هذا الحكي ورا الصلاة، يعني اخويا صاعد الصبح حملاقي وطافر ما قادر يلزمه، وانا صعدت الظهر لقيته. يعني تخيلوا شباب من الاربعاء البارحة لحد اليوم تقريبا الثنتين يلا لزمت انا او ثلاثة ما اعرف هيك شي تقريبا. ورجع بطل والله بطل مشكول تك جنح، رجع ميت شباب. انا صورت لكم اياه، شفت لكم هسه راح اراوي لكم اياه. هو منهم بس لان الشتريات يعني دي ثبتن شباب، انه طيور صحيحة وطيور ذكاء وطيور يعني قويات. يعني ان شاء الله خير. والله دا خاف افتحهن لان شاكلهن شكله مو كلش قوية، لان مجبور ما اشكلهن قوي حتى يصعدن حتى رايش. اذا اشكله قوي يظل بالقاع حارة مضرب شمس يتأذن، بس الترايش العالية لا. بس انا مجوعهن شوية، واليوم هم نعطيتهم ديسكولايت هسه هم نشر لكم اياه. قل اراوكم اياه، هذا هو الشكل. انا هسه قلت ربع ساعه وافتحهن بدهن يطلعن الفرخات ويطبن، يعني امورهم طيبه ان شاء الله. يا اهل يقوم اسب الله. وينه هذا شباب؟ اي هذا اكو من حلب قماز، يعني من الاربعاء لحد ثاني يوم يلا رجع. ما شاء الله طير بطل، يرفع رجله ما ادري ايش فيها، مضروبه برجله ما اعرف. اذا يرفع رجله ومن رجع يرفع رجله. ان شاء الله هاي الشتريات شباب يعني نتوفق بين اذا الله راد، لان بعدين نطبق. يعني هو الطير اهم شيء الذكاء مالته، فاهم؟ فقره بالله هذا الحمام انه ذكي، ما طول ذكي ودا يطير ودا يندل يصعد، وها يعني ان شاء الله خير. والله انا شباب اتصلوا علي رادوا شتريات بالبدايه مني عالم،
قلت لهم ما انطيكم ضمانيين مطيار لان جايبين من باكستان وصراحه ما اعرف يعني بس حكي منطيني عليه يعني راعين هذا ابو باكستان شان يسولف لنا يقول نطير الصبح ينزلن بالليل وباجواء مو بارده ينزل بالعشرة بالليل لان هم قلوبات واضويه ترتيباتهم حلوه مو مثلنا. فاني شنو اللي خابرني ما انطي ضمان يقول لي مطيار اقول له والله ما اعرف بس هسه من بديت اطير بيهن لا والله ما شاء الله طيور ان شاء الله تعجيب وما تفشل يعني تستاهل واحد يبيعها بالضمان. انا حاليا بعد ما اطلع منهن لان هاي سيتتهن امي بعت تقريبا زوجين منهن وراح اعوف ان اسويهن فد ثمان زواج امايات واطلع لي فد حلق الاخ منهن ان شاء الله على الفترة الجاية اسويها بشتري اكثر منهن اذا الله راد وسهل ان شاء الله توفيق للجميع. شباب اشتركوا بنغلاء لايك تعليق خليت لكم المقطع مع الرمانيات هم بالبداية بالكسرة اللي يريدوا ويتواصلوا يا راعيهن والله يوفقكم جميعا تحياتي لكم.